بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 48 من الكتاب 32، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء والسمعة. السمعة انك تسمع الناس بصالح عملك بعد ان اخفيته حتى تمدح عندهم، دي اسمها السمعة، الشهرة. تريد ان تشتهر بالصلاح، فان عملت شيئا في السر تحب ان تعلنه لتشكر من الناس، دي السمعة. والرياء انك تعمل امام الناس لأجل أن يراك الناس، يبقى العبادات الظاهرة يدخلها الرياء، والعبادات الباطنة يدخلها السمع، إنك تسمع فيه. يبقى لا تعمل الأعمال الظاهرة مراعاة للناس الذين ينظرون إليك، وإذا فعلت عمل طاعة في الباطن أو في السر فعليك ألا تسمع الناس، يبقى ممنوع الرياء والسمع. ليه؟ لأن هؤلاء الاثنين دول من محبطات الاعمال، يحبط عملك امام الله سبحانه وتعالى، وانت اصلا بتعمل المفروض بتعمل لله، فلا تحبط عملك بعدما اتعبت نفسك فيه. والله على حسب، اذا كان واحد بيعلن شيء ربنا فضله، معظم العلماء يقول لك احسن حاجه يقول انا اعرف راجل حصل له كذا وكذا، ما يقولش نفسه. يعني لو حصل لك حاجة انت كويسة عايز تعلم الناس من خلالها، علم الناس على انك انت تقول انا اعرف احد المسلمين عمل كذا وكذا فحصل له كذا وكذا، فما تقولش انا، تقول احد مشايخنا، واخد بالك كده؟ يعني تملي ايه؟ تملي كان الصالحين عموما لما يحب يعلم الناس بامر يعني مفيد هو فعله في السر ولا يريد ان ينسبه لنفسه، يرويه بضمير الايه؟ الغائب، بضمير الغائب. فهمت بقى ازاي؟ دي احسن عشان تبرئ ذمتك ولا تعكنن على نفسك انك انت تقول انا قلت للناس وكده مش عارف. وبعدين على فكره الفضل الباطن بينك وبين الله بيحسد، فاذا اعلنته بتسلبه، اعرف دي كويس. يعني انا اعرف ناس كتير كانت تشوف رؤى جميله وعندهم لما ابتدوا يعلنوا سلبوها، فهمت ازاي؟ لانها بيحسدوا، حتى لو هو كان بيقولها كده بنيه طيبه ما يقصدش حاجه، لكن في حسد كمان، واخد بالك؟ حافظ على النعم دي كلها من حسد الناس، فهمت؟ فاحنا لا ننصح يعني بحكايه ان الانسان يقول حاجه بقصد الشهره يعني، أو حتى بقصد غير الشهرة وينسبها لنفسه، لأنه يكون من نعمة فمن الله. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث 56 بعد 500 والـ2000، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية ابن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرائي يرائي الله به. يعني اللي بيعمل من أجل الناس ربنا هيفضحه أمام الناس، فهمت إزاي؟ المعاملة بالمثل. من يرائي يعني يراعي الناس في أعماله بحيث أنه يظهر أمام الناس بالصلاح، فإذا غاب الناس فعل كل فساد، يبقى ده من يرائي يرائي الله به. ومن يسمع يسمع الله به، يبقى يرائي هنا في الأعمال الظاهرة زي صلاة الجماعة زي الحج، فهمت ازاي؟
زي اعطاء الزكاه وتوزيع الصدقات، دي اعمال ظاهره، الناس بتشوفك كنت بتوزع الصدقات، تشوفك كنت بتصلي، تشوفك كنت بتحج، تشوفك كنت بتعتمر، تشوفك كنت بتقرا القران. دي اعمال ظاهره، عليك ان تراعي الله فيها ولا تفعلها من اجل الناس. مش معناها كده انك تمتنع عنها، لا، انك انت تفعلها ولا تراعي فيها الناس. تتقنها لاجل الله، لا لاجل ان يقال انك قارئ، انك صالح، انك متصدق، انك كريم. لا تفعل من اجل ذلك او من اجل منصب او من اي شيء. يبقى ده في الاعمال الظاهره. طب والتسميع بقى في الاعمال الباطن؟ فهمت ازاي؟ يسمع يعني ايه؟ يقول لهم بقى، يسمعهم بقى الحاجات اللي غابت عنهم، يسمع لهم. زي ايه؟ كانوا يضربوا مثال بالرجل الاحمق اللي هو دخل يصلي امام الناس بخشوع، فبعدين يقولوا ما اجمل صلاتك وانت خاشع، قال لا وصائم كمان. يوم ايه ده؟ ده اسمه احمق، ده الحمق بقى، فاهم؟ وممكن ومن يسمع يسمع النبي، يعني من يفضح غيره يفضحه الله. يعني من راى عيب في اخيه فسمع به، يعني فضح غيره، يعني يحتمل كلام النبي واسع. يوم من يسمع سمع الله، يعني من فضح غيره فضح الله. فهمت؟ تحتمل هذا المعنى ايضا. فكلام النبي واسع، واخد بالك؟ لانه يحضك على كمال الاخلاق، سواء بينك وبين الله او بينك وبين الخلق او بينك حتى وبين نفسك. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. لأن اللي بيرحم الناس دليل إن قلبه فيه إيه؟ شفقة، وربنا قريب للقلب إيه؟ الرحيم. فهمت؟ اللي فيه شفقة. لكن اللي قلبه فيه قسوة ده لا يصلح إن يدخل الجنة. لازم يعدي على النار الأول علشان يطلعوا القسوة من هذا القلب فيحل محلها الرحمة. لأن الأهل الجنة أهل رحمة، فما ينفعش تحط فيهم واحد من أهل القسوة. فهمت إزاي؟ فلا بد، من لا يرحم لا يرحم، يعني من ليس في قلبه رحمة لا يرحمه الله. فهمت ازاي؟ اللي في قلبه، يعني معناه العكس، ومن كان في قلبه قسوة لا يرحمه الله إلا أن ينزع الله هذه القسوة من قلبه، إما بعذاب يوم القيامة بالتطهير، أو أنه يعني إيه تسوء خاتمته فيموت على غير الإسلام. لأن ربنا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. فالقسوة دي صفة قلب الكافر، مش قلب المؤمن رحيم، لأن النبي رحمة للعالمين، ده النبي رحمته وسعت العوالم، مش المؤمنين، ده وسعت العوالم. ربنا يقول رحمتي وسعت كل شيء، رحمته في الظاهر اللي هو النبي وسعت كل شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيبقى من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، يبقى إياك أن تعذب أحد. وعشان كده حديث سنن أبي داود اللي النبي قاله إيه؟ رواه أبو داود في سننه بإسناده: من عذب الناس عذبه الله يوم القيامة. حديث اللي رواه أبي داود بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه. من عذب الناس عذبه الله، إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. نص الحديث كده: إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، ولا يعذب أحد إلا قاسي القلب. الإنسان اللي عنده رحمة حتى ما يتحملش يرى طائر أو حيوان مجروح، فما بالك يرى إنسان. فهمت إزاي؟ فدي لابد إن إيه؟ وعشان كده إحنا قلنا إيه حديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم الله أو يرحمكم الله. فالحديث ده يعني كأن النبي حث على الرحمة في كل شيء، لأنه هو الرحمة للعالمين. يبقى من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وعن أبي قال: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. يبقى شفي الأصبحي
دخل مسجد ايه؟ دخل المدينة اللي هي دخل المدينة، المدينة المنورة. إذا أطلقت المدينة كده بالألف واللام تبقى المدينة المنورة على طول، التي إيه سكنها النبي، صارت هي علم على أي مدينة، هي يبقى المدينة تبقى مدينة النبي. أنه دخل المدينة فإذا هو برجل، يبقى فوجئ بأن في راجل مجتمعين الناس عليه، قال لهم مين ده؟ قالوا ده أبو هريرة. أبو هريرة الصحابي المشهور راوي الحديث النبي، راح قعد. قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى فضل قاعد جنبي لحد ما الناس مشيت، عايز يخلو معه بقى ياخد منه حاجة مخصوصة. فلما سكت وخلى قلت له أنشدك بحق، بحق وبحق، أنشدك بحق وبحق لما حدثتني، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. يعني أنا عايز تقول لي أنشدك يعني إيه؟ يعني أستحلفك بالله. أنشدك هنا يعني معناه إيه؟ أنشدك بحق وبحق، يعني بحق الله وحق المسلم على أخيه المسلم. فهمت إزاي؟ لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، عقلته يعني حفظته، وعلمته يعني فهمته، يبقى عقلته حفظته وعلمته فهمته، يبقى مهم انك انت تروي الحديث ايه حفظا وفهما. فقال ابو هريرة افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة، نشغ شهق، عارف انت بلغة المصريين ايه؟ تشحتف، واخد بالك؟ عارف تشحتف يعني ايه؟ يعمل كده من شدة الحزن يعني او البكاء او حاجة، فهمت ازاي؟ يعمل كده، عارف انت الحكاية دي؟ دي بتيجي الانسان لما يكون بكى بكاء شديد او غلبه الحزن، يشهق شهقة كده كأنه عايز يطلع النار اللي في قلبه من الحزن، بيسموها المسلمين المصريين يقولوا عليه ايه؟ تشحتف. فهمت ازاي؟ يبقى نشغ بمعنى تشحتف بالمصري، شهق شهقة تدل على كمال شوقه مع ايه؟ حزن دفين لأنه اشتاق للنبي. فهمت؟ ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق، قعد شوية يستريح بقى من الحزن اللي هو إيه تأجج في قلبي، وبعدين إيه أفاق. فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. يعني عايز يقول له ده مسلسل بقى إيه؟ مسلسل بالخلوة، كنت انا مختلي معاه برضه وقاله لي بيني وبينه، زي ما انت قاعد معايا كده حاولوا لك بيني وبينك برضه. فهمت ازاي؟ كده ايه مسلسل بايه؟ بالخلوه. ما معنى احد غيري وغيره. ثم نشغ ابو هريره نشغه اخرى ثم افاق، برضه خدوا الحزن تاني ورجعت شحتف تاني. ثم افاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا، ويشاور على إيه؟ على بيته، هم قاعدين في المدينة في المسجد المدينة، يشاور على بيته في هذا البيت. ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه ثلاث مرات، فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا، يعني أخذه الوجد، وجد الشوق للنبي، يبقى أخذه الوجد ما بقاش متحمل حتى إيه يتكلم، وكان إن هو يسقط من شدة الوجد يعني.
ثم مال خارا على وجهه، يعني كان ايه يغمو عليه من شدة الوجد. فأسندته علي طويلا ثم أفاق، فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، يبقى إيه يفصل بين العباد، وكل أمة جاثية، كل أمة جاثية يعني في إيه جلوس، إيه جلوس زي جلوس التشهد ده يسموه جثوم، تجلس على الركب من شدة إيه خضوعها وخوفها وخشيتها من إيه من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية، وكل أمة جاثية يعني على الركب. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، أول إيه ما هيدعو أو هيبتدي الحساب بين الأمم ينادي مين حافظ القرآن، فلان الفلاني أفندم، وفلان الفلاني أفندم، وفلان كله يجي حفاظ القرآن اللي ليهم صفة معينة، واخد بالك، اللي هم كانوا بيحفظوه عشان يقال عليه قارئ مش علشان لله بقى، فاهم؟ ربنا ينجينا، ما هو جايبه بباب الرياء والسمعة. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. مش معنى كده ان فرد واحد ده جنس، يعني قد يكون تحت هذا الجنس مئات وآلاف مؤلفة، فهمت ازاي؟ يبقى رجل مش معناه واحد بس، يعني كل من كان يتوفر في هذا الشرط من ولاد آدم كلهم بقى، شوف بقى على مر العصور هيتجمعوا يطلعوا في الآخر مئات الألوف تتوفر فيهم هذه، فهمت ازاي؟ يبقى ينادي لك ايه راجل غني، يعني جنس الناس الاغنياء اللي كانوا بيتصدقوا علشان يقالوا عليهم ايه انه متصدق او انه كريم، وجنس القراء اللي كانوا بيقرأوا علشان الناس بس ايه تفرح بيهم ويقال عليه قارئ مش عشان يعز الناس، فهمت ازاي؟ والتالت اللي قاتل في سبيل الله ومات عشان يقال عليه شجاع مش علشان يرفع كلمة الله، فهمت بقى؟ وينصر كلمة الله. اهي دي تلات أعمال مفيش أجمل منها عند الناس. واحد حافظ القرآن وطول النهار قاعد يقرأ للناس، إيه الجمال ده؟ إيه الطاعة دي؟ فالناس يفتكروا ولي. واحد تاني عنده مال وكل يوم يتصدق يتصدق طول عمره كده. ده الناس يقولوا عليه إيه ده مفيش أحسن من كده ثوابًا. والتالت مات شهيدًا في سبيل الله، مفيش بعد كده يوم يفاجئهم الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهم، ان دول كانوا بيعملوا الاعمال اللي غروكم بيها دي، وكانوا لا يبغون وجهي بل يبغون وجوهكم، وقد اخذوا شهرتهم منكم وثوابهم منكم، فقلت على هذا قارئ، وقلت على هذا شهيد، وقلتم على هذا متصدق، وقد كانوا يعملون لاجل هذه الشهره، وقد اخذوا ثوابهم وعجلت لهم طيبتهم في حياتهم الدنيا. فالان وقت الحساب اللي كان بيعمل ليا حد يقول الحساب، انتوا ما كنتوش بتعملوا ليه؟ فهمت بقى المسألة؟ فربنا ينجي. عشان كده جاب لك هذا الحديث في باب الرياء والسمع. ده مهم، ودول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نار التطهير. مش نار الخلود لأنهم مؤمنين. يبقى نار التطهير. ربنا يريد أن يطهرهم بقى، يطهر قلوبهم من إيه؟ من مراعاة غير الله. فأول من يدعو به، يدعو به يعني يناديه، يدعو به يعني ايه؟ يعني يناديه مش يعبده. كل يدعو عند الوهابية في القرآن يبقى يعبد، فهمت ازاي؟ غلط. قل ادعوا شركاءكم يعني نادوا شركاءكم، فهمت ازاي؟ إن الذين تدعون من دون الله يعني تعبدون. يبقى أحيانا يدعو تأتي بمعنى دعاء ايه النداء، وأحيانا يدعو تأتي بمعنى ايه؟ بمعنى العبادة. ادعوني استجب لكم، يعني اعبدوني استجب لكم، فهمت ازاي؟ ادي معناه. لا عشان عيل بقى ان الذين يستكبرون عبادتي، يبقى الدعاء هنا بمعنى العبادة. وعشان كده النبي قال ايه الدعاء العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، فهمت؟ يبقى الدعاء قد يطلق ويقصد به ايه العبادة. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، يعني لا تعبدوا مع الله احدا،
يوم يقول لي روح يقول يا سيدنا حسين، يبقى بايه؟ يبقى دعا مع الله احد، يبقى مشرك. الله، ده اللي بيقول يا سيدنا حسين بينادي مش بيعبد. في فرق بين دعاء النداء ودعاء العباده. شفت ايه التلويث الوهابي للايات القرانيه؟ فهمت ازاي؟ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، يروح داخل الانسان البسيط ينادي الولي اللي ميت يقول لك شوف، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، وده بيدعو الولي يبقى مشرك، اقتلوه، فيروحوا قاتلينه. شفت المصيبه؟ وبعدين الايه مش كده، وان هذه المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، يعني فلا تعبدوا مع الله احد. وممكن تقول المساجد السجود، بمعنى السجود، وان السجود لله فلا تدعوا مع، فلا تعبد مع الله احد، يعني لا تسجد مع لاحد غير الله. المساجد قد تطلق ويراد بها البقعه، وقد تطلق ويراد بها ايه؟ الفعل نفسه، وقد يطلق ويراد بها ايه؟ الزمان، يعني الحدث والزمان وايه والفعل، اللي هي ايه؟ مساجد زي مبادئ كده، واخد بالك؟ فلازم نفهم اللغه كويس. هنا بقى ايه؟ فاول من يدعو به ينادي عليه، مش كده برضو؟ رجل جمع القران، يعني حفظه حفظ متين، ورجل قتل في سبيل الله، يعني في حرب مع الكفار، في حرب مع الكفار، مش حرب الدواعش مع المسلمين ويقول لك دي في سبيل الله، لا. هل راحوا الدواعش دول حاربوا اليهود عشان نقول دول بيحاربوا في سبيل الله؟ بعدين يحاربوا في بلاد المسلمين، يقول لك احنا بايه بنفتح بلاد المسلمين. اصلا بتفتحها من ايه؟ تفتحها من ايه؟ مش فاهم. زي ما عملوا الوهابيه في جزيره العرب، قعدوا يحاربوا المسلمين ويقول لك احنا بننشر الاسلام. اسلام ايه بتنشره في وسط مسلمين؟ تنشر الاسلام في المسلمين؟ زي بالظبط يجي لك الجائع الوهابيه، العيال الوهابيه اللي لابسين الغطره اياها، واخد بالك؟ يقول لك انا داعيه. بتعمل ايه؟ داعيه. طب داعيه فين؟ في مصر. طب هي مصر مشركين يعني؟ ابتدوا الاسلام في بلاد المشركين. الداعيه تبقى قاعد مثلا في انجلترا، قاعد في فرنسا، قاعد في بعض بلاد الهند اللي ما فيهاش اسلام، في بعض اماكن افريقيا، تبقى اسمك داعيه. صحيح راح تدعو الكفار، انما جاي انت جنب الازهر وتقول لي داعيه الاسلام؟ ايه داعيه دي؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش. تبقى اسمك واعظ، اسمك فقيه، سمي نفسك اي حاجه ثانيه. فهمت ازاي؟ لكن داعيه اسلامي، داعيه اسلامي في بلاد المسلمين، انا مش فاهمها دي لحد دلوقتي، مش قادره تركب في مخي، واخد بالك؟ داعيه اسلامي في اوروبا ماشي، في امريكا ماشي، في اليابان ماشي، انما في الحجاز تبقى داعيه اسلامي وقاعد في مكه وقاعد في المدينه داعيه اسلامي جوه جامع الازهر، وتقول لي انا احنا هندعو النهارده داعيه اسلامي كبير هيخطب في الناس؟ يدعوهم لايه يعني؟ لما كلهم بيقولوا اشهد ان محمد رسول الله وكلهم جايين يصلوا، هدعوهم لايه تاني؟ ما الناس عملت اللي عليهم، دور على اللي ما بيصليش وما يعرفش ربنا. لكن نعمل ايه يا سيدي؟ يبقى قتل في سبيل الله يعني ايه؟ يعني في حرب مع الكفار، حرب مسلمين مع كفار معتدين كمان، مش اي كفار، كفار معتدين، دي اللي يبقى مات في سبيل الله. صحيح. ورجل كثير المال، غني يعني، بيل جيتس كده زي الجدع اللي ايه اللي بيقولوا عليه اغنى واحد في العالم دلوقتي، فيقول الله للقارئ الم اعلمك ما انزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت اقوم به اناء الليل واناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكه كذبت، ويقول الله له بل اردت ان يقال ان فلانا قارئ فقد قيل. خلاص انت اجرتك خدتها الشهره، فقد قيل ذلك ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحمة وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك.
ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت، فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. يبقى نار التطهير، نار التطهير التي يدخلها الموحدون العصاة غير نار الكفار التي يخلدون فيها ويخلدون، فهمت؟ وقال الوليد أبو عثمان فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. شفي بقى ده اللي خد الحديث ده من سيدنا أبو هريرة، دخل على معاوية قال له الحديث، فهم؟ قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك. كان بيتأثروا، فهمت ازاي؟ تأثروا بكلام النبي. وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر، انت جاي تنكد على مولانا، فهمت ازاي؟ لما معاوية بكى انت يا عم جاي تنكد عليه، ايه يا عم اللي يا عم قول خير او روح انت جاي. جماعة اللي هم الحشية ياهب كل اي حشية. وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر، ثم افاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. شفت بقى معاوية استدل على هذا الحديث بآية، كأن الحديث ده تفسير لآية، فقيه يا عمي، فهمت؟ بعد ما هضم بقى الحديث كويس كده وبكى منه واتعظ وبعدين فاق، لقى ان ده مطابق لآية كل الناس حافظاها، فهمت ازاي؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود، الآية اللي موجودة في الربع الأول من سورة هود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثني المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معان البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن، من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ الجب هنا إما بمعنى حفرة أو بمعنى شدة، تاخد معنيين، يبقى الجب هو الشدة أو الحفرة العميقة، تحتمل المعنيين. تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم. يبقى بيكلم شدة الحزن، طالما قال وادي ما قالش حفرة، يبقى جب هنا وادي واسع لكنه فيه الحزن الشديد، فهمت ازاي؟ قال واد في جهنم، ما قالش حفرة في جهنم، عارف لو قال حفرة يبقى جب بمعنى حفرة، فهم؟ عشان بس تعرف لغة العرب واسعة. يبقى الجب الأول معناه حفرة ومعناه شدة الاثنين. طب نشوف بقى النبي يقصد أنهي معنى، تكمل بقية السياق تلاقي إن النبي هنا إيه بيقصد الشدة، لأن قال ده وادي ما قالش حفرة، فهمت بقى؟ تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. يعني جهنم نفسها بتستعيذ بالله منه من شدة، ربنا ينجينا يا سيدي. قلنا يا رسول الله ومن يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم، ربنا ينجينا. قال هذا حديث غريب. باب عمل السر. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان الشيباني
فناخد بالنا القراء اللي اصواتهم حلوه ياخدوا بالهم على نيتهم، لان ربنا اداله صوت حلو واقبال للناس، فعليه انه يراقب نفسه كويس لحسن يكون بيعمل عشان الناس تعجب بيه. يعني هو في محنه، القارئ اللي صوته جميل ده والناس مقبله عليه ده في محنه شديده. فهمت ازاي؟ ما تحسدوش، ده في محنه شديده. المحنه الشديده ايه؟ ان ممكن عمله الجميل ده يبقى عند الله ولا حاجه. فهمت ازاي؟ شفت بقى المشكله؟ فلازم الانسان ياخد باله، ياخد باله بالذات اذا كان ربنا انعم عليه بنعمه الصوت الجميل وحفظ القران المتين واقبال الناس عليه، يعرف انه في محنه شديده عليه ان هو يسال الله العافيه. باب عمل السر. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو سنان الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره فاذا اطلع عليه اعجبه. اطلع عليه يعني الناس عرفته من غير ما يقول لهم، هو كان بيعمل في السر بس الناس اطلعت عليه عفوا كده دون ان يقصد. اطلع عليه اعجبه ذلك. قال رسول صلى الله عليه وسلم له اجران، اجر السر واجر العلني. يبقى لما ربنا جعل الناس تطلع على عمل السر بتاعه دون ان يقصد، هو اراد الله ان يتاسى الناس به، ان يتعلم الناس به، عشان كده يبقى ليها اجران، لو اجر عمله واجر عمل الناس بعمله. فهمت بقى؟ يبقى هنا ده نوع تاني غير التاني اللي كان بيعمل عشان الناس تطلع، ولو لم تطلع يخبرهم ويسمع، ده نوع تاني. يبقى نوع تاني من الصالحين. الصالحين بقى يعمل العمل في السر ما يخبرش حد، ربنا بقى هو اللي يشهره مش هو اللي يشهر نفسه، ربنا يشهره عشان يتأسى الناس به. فهمت بقى المسألة؟ ده الفرق بين ده وده. لحسن تفتكر ما هو زي بعضهم؟ لا مش زي بعض يا سيدي. الأولاني بيعمل علشان الناس ايه، هي اللي تشهره، ولو ما شافوهوش هو اللي يسمع يخبرهم. ده نوع، ده نوع وحش خبيث في وسط المسلمين المجتهدين في العباده. طب النوع الثاني الطيب؟ لا، ده ايه، يعمل العمل في السر، ربنا اللي يعلنه. ده هو ملوش دخل بيه، فلما ربنا يعلنه الناس تتاسى بيه، فهو يفرح ان الخير انتشر. فهمت بقى ازاي؟ ده نوع ثاني بقى. قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. أعجبه أن الناس إيه، بقت تعمل الخير اللي كان بيعمله فانتشر الخير، مش أعجبه أن الناس عرفت. خد بالك، ما أعجبوش أن الناس عرفت أنه هو، لا، ده أعجبه أن الناس فاقت من إيه، من غفلتها، فإيه، فتوجهت لربها وربنا شرفه وأن جعله سببا لذلك. فهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. قال أبو عيسى وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إذا اطلع عليه فأعجبه، فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا، لما يرجو بثناء الناس عليه، بما يرجو بثناء الناس عليه من ثناء الله عليه. يعني كأنه هو بيعتقد أن إيه، أن ألسنة الخلق أقلام الحق. فهم؟ لكن هو لا ينظر للخلق لكونهم خلق، لا ينزل للخلق لكونهم أقلام الحق. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. لهذا لما يرجو، فيعجب ثناء الناس عليه لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه، فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم، فهذا له مذهب أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب ما جاء أن المرء مع من أحب، غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.